الإنسان بعد مرحلة الشباب يتجه إلى الضعف، يعني واحد إلى حدود 40 يمكن بلغ أشده وبلغ 40 سنة، قواه تتجه نحو القوة والاشتداد والاستحكام، لكن بعد 40 أو ما يقارب ذلك الإنسان يبدأ مسيرة الانحدار ومسيرة الضعف ومسيرة انهيار القوى البدنية والنفسية. قواه تنهار وتضعف وتذبل واحدة بعد الأخرى، عينه تضعف، سمعه يضعف، أعضاؤه تضعف ضعف، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. ويمكن أنه هذا الضعف يكون من نعم الله على الإنسان، لأن الإنسان كل ما يكون قوي يكون اشتباكه بالحياة أكثر. الإنسان يمكن في بداية عمره يشتغل يومية 16 ساعة للدنيا الفانية، عندما شوي يضعف أكثر اشتباكه بالدنيا يصير أقل، 12 ساعة مثلا يعمل. عندما يضعف أكثر 8 ساعات يشتغل للدنيا، عندما يضعف أكثر شوي يروح للدكان فالساعتين يصرف الأمور اللازمة ثم يرجع إلى بيته. وهكذا الضعف يستولي عليه يستولي عليه يستولي عليه، الآن بعد 100 ما كان يعمل شيء، يقل اشتباكه مع الحياة. ألهاكم التكاثر، واحد يريد تحصيل القدرة بمختلف أنواع القدرة، هذا يلهي الإنسان. كلما الإنسان ضعف، إذا الإنسان في شبابه كان يموت يمكن هواي كان بعيد عن الله، أما الله سبحانه وتعالى من لطفه بعباده من رحمته بعباده جعل الإنسان يضعف 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 حتى يصير انفصال قهري عن هذه الحياة. ينفصل بعد شو يسوي؟ قاعد في البيت لا يتمكن يمشي، ما يتمكن بعد، ما إلى ملجأ، بعد ما عنده أمل. هناك يتجه إلى الله سبحانه وتعالى بقلبه ومن أعماقه يقول يا الله. بالدكان واحد ما يقول يا الله إلا إذا كلش مؤمن، إذا ما يقول يا الله يا الله يقولها لقلقة لسان. أما عندما واقع على فراش المرض لا طبيب ينفع، ولا واحد ولا ابن ولا بنت ولا عند أمل بشيء، هناك من أعماق بعد يقول يا الله، حقيقة يتجه إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا في الواقع نعمة.